الذي يموت فيه اليمنيون جوعاً. تقوم ميليشيا الحوثي بدعم حزب الله اللبناني بأموال طائلة. مجهود حربي خارج الحدود ورسالة أن المشروع واحد يمتد من طهران إلى الضفة الجنوبية وصولاً إلى صنعاء. كل هذا من قوت أسر تموت جوعاً. أهلا بكم. إذاعة سام التابعة لميليشيا الحوثي تقوم بحملة لدعم الميليشيا اللبنانية بالمال في الوقت الذي تتجاهل فيه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيون في مناطق سيطرتها. ليس هذا وحسب، بل وتسرق المساعدات من أفواههم. إنها ميليشيا الحرب والجباية تتداعى لمثيلاتها خارج الحدود، خصوصا وأن حزب الله مدان بالإرهاب. تحت لافتة مبادلة الوفاء بالوفاء بين الحوثيين وحزب الله اللبناني، تم جمع أكثر من 70 مليونا وقبله 30 مليون ريال. أموال طائلة تأتي من التبرعات من شعب يعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة. يتم سلبهم أموالهم طوعا وكرها بالتبرعات، وتحت مسميات المجهود الحربي، الأتاوات، السوق السوداء ونهب الناس. 75 مليون ريال من قوت اليمنيين وأموالهم ورواتبهم وعلى حساب معاناتهم. تقود ميليشيا الحوثي حملة تبرعات تلو الأخرى لدعم المجهود الحربي، لكنه هذه المرة لمعركة خارج الحدود. الجبهة هذه المرة هي حزب الله اللبناني. الحملة تقودها إذاعة سام اف ام الحوثية. يموت اليمنيون جوعا في اللحظة ذاتها. يجمع الحوثيون تبرعات بقيمة 132 ألف دولار أمريكي. ما هو أسوأ من ذلك؟ إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فهذه الأموال تعد الحصيلة النهائية للمرحلة الثالثة بحسب وثيقة صادرة عن إذاعة سامي الحوثية التي أدارت الحملة، مؤكدة أن هذه التبرعات لحزب الله تأتي في إطار ما وصفتها بمبادلة الوفاء بالوفاء. الحوثيون أنفسهم يستولون على المساعدات الإنسانية، ويقول برنامج الغذاء العالمي إنهم يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين، وما أكده تحقيق دولي أنهم يسرقون المساعدات الدولية الغذائية والمالية الموجهة للمدنيين في 33 منطقة في اليمن بمعدلات تفوق ما سبق الكشف عنه، تاركين قرابة 16 مليونا مهددين بالموت جوعا. الأمر الذي يؤكد أن هناك فائضاً في الأموال مما يسلب من الإتاوات والسوق السوداء ونهب الناس تحت بند المجهود الحربي، وتذهب هذه المرة دعماً لميليشيا تجمعها بها ذات الأبعاد التدميرية والطائفية. حزب الله المدان دولياً بتهمة الإرهاب، والذي تحول إلى قاعدة لتدريب ميليشيا الحوثي ومنصة تدير استراتيجيتهم الإعلامية، يرى مراقبون أن دعمه من قبل ميليشيات الحوثي هي رسالة بأن المشروع واحد من طهران إلى صنعاء، وأن الرابط الطائفي هو الرابط الأقوى من مشتركات الأرض والوجود، وأن جبهة الميليشيات واحدة تتخندق تحت توجه واحد وإن تعددت الأقطاب. دعم حزب الله يأتي على حساب أسر تموت جوعا في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. صورة تكشف للمجتمع الدولي كيف تحول رزق المحرومين إلى دعم للإرهاب خارج الحدود، وكيف أن الاستهتار بالمجتمع الدولي بلغ لدى الحوثيين مبلغه فلا رادع هنا في بلد تتآكله المؤامرات والخيانات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن 74 مليون ريال هو مبلغ التبرعات الذي جمعه الحوثيون قبل أيام لصالح حزب الله اللبناني بما يساوي 132 ألف دولار في الوقت الذي يموت فيه اليمنيون من الجوع. كيف تعلق بداية على ذلك؟ دعنا يعني من الحديث عن يعني الموضوع يتجاوز الحديث عن أن هناك مأساة إنسانية في اليمن وأن هناك دعم للخارج.
الرسالة أصعب من ذلك. الرسالة لها علاقة نفسية ولها علاقة استراتيجية، بمعنى أنا تحدثت في أكثر من لقاء وقلت أن الحوثيين في صنعاء وحزب الله والعراق وسوريا هي جغرافية إيرانية، بمعنى جغرافية إيرانية بمعنى كما كان الاستعمار الفرنسي أو الغربي في بعض البلدان، مثلا على بعض الدول في أمريكا اللاتينية كانت أو في جزر القمر هناك تتبع الدولة الفرنسية، وبالتالي هذه الجغرافية خارج الجغرافية ولكنها تتبع السيادة الفرنسية. فهذه عملية نفسية بحيث أن يتم فيها اتساق الجماهير التي تم إعادة صياغة ذاكرتها وتوجهاتها وأفكارها في إطار الجغرافية الإيرانية وعقائدها، وبالتالي المبلغ هم سرقوا أو نهبوا مليارات من الدولارات، ولم ينهبوا هذا المبلغ الصغير. هذا المبلغ الصغير ما هو إلا عملية نفسية، ولا حزب الله يحتاج إلى هذا المبلغ. حزب الله لديه هو الذي يشرف على الشام اليمني، وهو الذي يستلم مليارات الدولارات ولديه مصادر. هذه عملية الهدف منها إيجاد ترابط بين العواصم التي سيطرت عليها إيران، منها سوريا والعراق ولبنان واليمن، وبالتالي المواطن اليمني لم يكن لديه في السابق علاقة مع لبنان، ولم يكن له علاقة مباشرة مع خاصة الجانب الشيعي الزيد يعني العقائدي، ولم يكن له علاقة في سوريا غير في بعدها القومي. ولكن الآن بدأ هذا الربط، بمعنى أن هنالك مصير مشترك، وهذه عملية رمزية. أما الذي نعرفه أن حزب الله هو الذي يدير الشام اليمني في الداخل، وهو الموكول له في التخطيط الإعلامي والاستراتيجي والدعم العسكري واللوجستيكي بحكم أنه في المنطقة العربية. وبالتالي أعتقد أن تحدثت معتقد من هذه القناة أو لا أدري من أي قناة أن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض كنا نتحدث عن أن لإيران عواصم موالية، نحن نتحدث الآن عن جغرافية إيرانية في المنطقة العربية. وبالتالي الآن المواطن اليمني اللي هو في الداخل، رغم كما كانوا يضحكوا ويلهوا بنا للتبرعات لفلسطين وهي تذهب نصفها إلى الخزينة، وكما كانوا يلهفوا أيضا نصف تبرعات الجهاد لأفغانستان، الآن هم سيضعون في هذه الدعاية البروباغندا مع الجماهير اليمنية ليشعر المواطن في صنعاء أو الجمهور العقائدي أنه يمتد خارج الجغرافيا اليمنية وأنه يساهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي. يعني ولا توجد رسالة أخرى دكتور، يعني هل ممكن أن نفهم أيضا أن هناك رسالة بأن يعني نحن دوما نجمع مجهود حربي لمواجهة العدوان كما يصفونه، الآن أصبحوا يعني يصلون بدعمهم إلى الخارج، يعني ألا يدل نحن أقوياء أيضا فيه؟ أستطيع أن أقول لك أن هذا المبلغ لن يغادر الخزينة العامة في اليمن، ولا يحتاج حزب الله هذا المبلغ. هذه عملية نهبوا من الخزينة العامة ونهبوا من المساعدات الإنسانية، وتأتيهم مساعدات كبيرة جدا من إيران. هم لا يحتاجون إلى هذا المبلغ مع أحد القيادات الصغيرة، لكن العملية المرتبطة برسالة للخارج، لأن هناك خطاب لحسن نصر الله، لقاء تحدث عن قصف إسرائيل، وهناك عملية قصف بالطائرات المسيرة إلى المملكة العربية السعودية. هذه العمليات بمعنى أن الجغرافية الإيرانية، وأنا مصر على هذا الكلام، الجغرافية الإيرانية، وأقول جغرافية ليس بمعنى أنه حدود مع حدود، الجغرافية الإيرانية بمعنى ليس بالضرورة أن تكون ضمن الجغرافية الإيرانية أن تكون محادا أو ضمن الجغرافية الإيرانية أن تكون دولة مستعمرة، يعني كأنك دولة مثل ما كان الاستعمار في الجزائر، الاستعمار في المارتينيك، الاستعمار في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا. الآن هناك ما يسمى بولاية الفقيه، وهذا أصعب الاستعمار
الفرنسي أو في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا استعمار ثقافي، استعمار سياسي. نحن الآن أمام ولاء عقائدي، ولاء يتجاوز، يعني أنت الآن الولاء يتجاوز العلم، يتجاوز الهوية نحو العقيدة. وبالتالي هذه عمليات تشعر المواطن اللي منه قادر على قصف السعودية بالطائرات المسيرة، وهو الآن يعني ليس فقيرا وقادر أن يدعم. وهذا ينفس أيضا على يعني أنتم الآن كيف يمكن تطلبوا مرتبات، وكيف يمكن تطلبوا يعني أنابيب الغاز، ونحن في مواجهة مع إسرائيل، وحسن نصر الله يهدد إسرائيل في القصف. وبالتالي هذه عمل نفسي، نحن نقصف السعودية ونقصف المواقع الاستراتيجية ونواجه إسرائيل. وإذا ما نظر المواطن اليمني ليرى أن كل الأموال ذهبت إلى كروش السلال العليا، كلها ذهبت إلى رؤساء اللجان، وأن حزب الله يعني اللبناني لن يتجه إلى القدس، يتجه إلى سوريا، وأن كتائب القدس لم تذهب إلى إسرائيل، هناك اتفاقيات، وأن الحوثيين لن يذهبوا أكثر من الحد الجنوبي للسعودية، لأن مشروعهم واضح أنهم ينبغي أن يكونوا في مواجهة المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن أمام عملية ما يسمى بعلم الاجتماع، يعني كيف يمكن أن تخلق اتساق، بمعنى أن المواطن أو يسمى الجماهير الموالية للحوثيين، الجماهير ذات البعد العقائدي، كيف يمكن لها أن تتجاوز الجغرافيا اليمنية نحو اتساق فوق وطني. الآن المواطن الذي معتقد بالحوثيين والذي له يعني عقيدة مذهبية يتجاوز الجغرافيا اليمنية كهوية يمنية، لأنه الآن يصبح أنه أصحاب تعز وجنوب دواعش، وأن السلطة التشريعية غير موجودة. هو الآن يبحث عن هويته، هويته هو الآن 12، هو إيران، هو يتبع ولاية الفقيه. أين ولاية الفقيه؟ هو الآن بديل عن القومية العربية، بعيد عن الأمة الإسلامية. هو الآن يبحث عن ولاية الفقيه. أين ولاية الفقيه؟ في لبنان، في العراق، وفي سوريا، وفي اليمن. بالتالي هذه العملية النفسية أنه الآن لا يشعر بعزلة، لا يشعر أنه يعني الآن أنه منعزل في الجغرافيا اليمنية، وأن هناك شمال وجنوب، وأن هناك في أبناء تعز وأب مش متفقين، يشعر أنه يعني في مهمة قومية وإسلامية لتحرير القدس ولدعم حزب الله. وحزب الله قبل يومين حسن نصر الله يهدد إسرائيل. هذه أنا أؤكد لك من هذا البرنامج، للأسف الشديد أن إيران لديها يعني بيوت خبرة، لديها تتعامل مع ما يسمى بسيكولوجية الجماهير، لديها يعني الآن القصف المتزايد إلى المملكة العربية السعودية في توقيت رفع حدة الحوار مع أمريكا والسعودية مدروس، يحافظ على تماسك الجماهير الموالية للحوثيين، أيضا يساعد إيران في التفاوض مع الأمريكان، يعطي فرص لأن السعودية رسائل للسعودية بأنكم إذا أردتم السلام فليكن التفاوض بين الحوثيين والسعودية بعيدا عن السلطة الشرعية ومرجعية الحوار. أين المؤلم لو سمحتي؟ المؤلم هو أين أنا، دعني أيضا لن أخسر شيئا، أشعر أن رئيس الجمهورية والفريق اللي حوله مثل ما يسمى برئيس الظل، بمعنى نعم سنصل إليهم دكتور، ولكن حتى يعني لا ينقطع حديثنا. نعم سنصل إليهم. الفكرة الآن دكتور، أنت قلت بأن يعني هي مسألة نفسية أيضا للجماهير الموالين لميليشيا الحوثي، ولكن نعلم تماما بأن في الآونة الأخيرة بالذات بدأ الناس ينفرون منهم لأفعالهم ولسلبهم ولجرائمهم، وبالأخص في هذا الموقف حتى وإن كان المبلغ يعني ربما لن ينقذ اليمنيين بالأكمل، يعني ليس بذلك المبلغ الذي قد يصلح يعني حال اليمنيين الذين يقعون تحت سيطرتهم، ولكنهم على الأقل يتساءلون يعني راتب شهر كان يمكن أن يعني يفي بالغرض، إلى هذا الحد ليس اليمنيون في بال هذه العصابة، فبالتالي زادت نقمة اليمنيين عليهم. دعنا نتناقش موضوعية. اليمني بطبيعته قوميا وإسلامي بالفطرة، لأنه يشعر أن أصول
أصوله هو أصل العرب ويشعر أنه من الأنصار ومن أول من دخل الإسلام، وبالتالي الانتماء اليمني القومي والإسلامي يكاد يسبق الوطني. هذا يعني إذا أردنا أن نعمل استبيان اجتماعي اليمني، حتى لو كان شيوعيا، حتى لو كان اشتراكيا، حتى لو كان علمانيا، ستلاحظ من تداخل بين انتمائه الوطني والقومي والإسلامي، لأنه يشعر أنه هو أصل العرب ويشعر أن يعني هو مذكور. لكن ليس إلى الحد دقيقة الذي دقيقة يتبرع فيه. دعيني أعطيك الفصلة. أنا كنت أعطيك الفكرة بمقدمة سوسيولوجية، يعني الفكرة أنه هناك نقمة، هناك حالة جوع، أين البديل؟ يتبرع. أين البديل؟ يعني الآن أين البديل؟ أنا عندي نقمة أشعر يعني هل الظلم فقط تبرع الحزب الله، أما الظلم أنا مرتبات، الظلم بالاغتيال، الظلم بغياب السلطة، الظلم بأنبوب الغاز، الظلم بالاعتقالات القسرية. لكن الأخيرة دكتور أقصد اسمح لي، يعني عند هذه النقطة المواطن يدل مدى المواطن اليمني أقسم لك، لن أقسم أؤكد لك، إذا ما شعر أن هنالك 20 جندي من قوات الشرعية على تخوم صنعاء لن تفض. أنا أقول لك كذا بسيكولوجيا، الناس لم تعد تحتمل. لكن في علم الاجتماع يقال، يعني حتى في سيكولوجية الاحتجاجات لابد، كيف الناس تنتفض إذا شعر؟ يعني كلنا عندنا نفس الإحساس، نفس المشاعر، بس ما نشعرش إن إحنا مجموعة. أول ما نشعر إن إحنا مجموعة نتحرك. طيب الآن هذا انتفض، بيروح السجن، بيقمع، بيقتل. إذا شعر هذا المواطن، لا بوجود سلطة شرعية، لا المجتمع الدولي يلعب على وضعه النفسي، يعني إذا سجن سيلتغي، الصحفيين دروع بشرية، الأبناء اللي هم في الحزب الإصلاح والمناوين إعدامات دون مقاضاة، الشيخ عاقب الحارة هو الزعيم المؤتمن. يعني نحن أمام غياب دولة، نحن أمام ظلم يكاد أكد. أنا الآن عندما كنت أدرس الإمامة تكاد الإمامة تتجسد إلي، تتجسد أمامي. أنا أنظر الآن الإمام أحمد والإمام حمد الدين أمام عيني، يعني هذا هو سلوك الإمامة. لكن عندما تنظر، كان زمان أيام الإمامة المناظرين يذهبون لعدن يعملوا منظمة، الآن عدن تطردك أنت شمالي دحباشي، تجي لا تستطيع تحرك سياسيا. كان في أحزاب سياسية، في منظمات سلطة شرعية، كان في نخب سياسية، في حركة وطنية. أين الحركة الوطنية اليمنية؟ أين هذه عدن؟ الإمارات شكلت مزاج شعبي طارد وأضعفت الأحزاب السياسية في الجنوب، صفت المقاومة الوطنية في الجنوب، أضعفت الأحزاب السياسية، قوضت السلطة الشرعية، أوجبت بديل. هنا في الشمال استفاد الحوثيين من إسرائيل. الشعب اليمني، الجمهور اليمني شمالا وجنوبا، أقول لك شمالا وجنوبا، إذا أبن أنا أؤكد لك قبل الجنوب، إذا ما شوفي سقطرة عندما جاء محافظ، عندما يشعر بالدعم، عندما وجد أن هناك حتى شبه دولة انتفض. نعم. اسمح لنا دكتور فقط أن ينضم معنا الصحفي المهتم بشؤون المجتمعية همدان العلي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور أنت والأستاذ الموجود لديك وضيفك الكريم ومستمعينا الكرام ومشاهدينا. أهلا بك. إذن أستاذ همدان، كيف تتابع حملة التبرعات من ميليشيا الحوثي لحزب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمنيون؟ الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان في المناطق الخاضعة لتتبع الحوثيين هي ظروف مصنوعة صناعة من قبل هذه الميليشيات، وهذا الأمر معروف لدى كل اليمنيين. يا أختي العزيزة، الحوثيين وباعتزازهم هم، وهذا أمر مسجل لدى الأمم المتحدة، عندما كانت هناك شيء من المفاوضات في الأردن بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين بشأن الوضع الاقتصادي والبنك المركزي، اعترف الحوثيين أن لديهم في البنك المركزي يعني سنويا يحصلون أكثر من 400 مليار ريال، وهذا ما يخص الضرائب ما يسمى بكبار المكلفين فقط، يعني دون أن نتحدث عن
ضرائب المتاجر، ضرائب المهن الحرة، ضرائب العقارات الصغيرة، ضرائب دون أن نتم الحديث عن مصادر الإيرادات الضخمة والكبيرة جدا التي يتحصلونها من كثير من الجوانب، على رأسها مسألة الدعم الحربي و المساعدات ونهب المساعدات أيضا. يعني نتحدث عن 10% فقط تحدثت عنها منظمة الغذاء العالمي من أكثر من 157 مليون دولار، يعني تقريبا 100 مليار ريال يمني شهريا. الحوثيون يستطيعون تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين سواء عسكريين أو مدنيين الذين في الجمهورية اليمنية بأكملها، يعني مش فقط راتب واحد راتبين في الشهر، لكن مع ذلك هم لا يريدون هذا الأمر ويحرصون كل الحرص على تجويع اليمنيين لتحقيق أهداف لطالما ذكرناها، وهي أهداف سياسية وعسكرية وطائفية أيضا. هذا ما يسعى له الحوثيين من خلال عملية التجويع، وهم لا يخجلون من هذه المسألة، هم يدركون هذه المسألة. يعني حتى الدولة أو الحكومة الشرعية اليوم تسلم مرتبات جزء من الموظفين، يعني 63% بحسب أحد التقارير، 63% من الموظفين في القطاع المدني تسلم لهم الحكومة الشرعية، يعني ما فيهم مناطق الخاطئة سيطرة الحوثيين، لكن مع ذلك ترفض هذه الميليشيات تداول العملة الجديدة التي تأتي غالبا كمرتبات لهؤلاء الموظفين، والهدف هو يعني التجويع المتعمد. بالتالي هذه العملية مقصودة، ومسألة التبرع لحزب الله في لبنان هي تأتي كان الهدف منها يعني إشارة سياسية أكثر ما هو يعني لها دلالات سياسية. هو القصد أن يقولوا للعالم بأنهم لا يتلقون دعما من ماليا من إيران من الحوزات التابعة أو الحوزات الشيعية، ويعني هذا أمر فيه استهتار على المستوى الداخلي، لكن برضو أيضا فيه استهتار من خلال الرسالة التي يقدمونها للمجتمع الدولي، خاصة للمجتمع الإقليمي أو للدول الإقليمية فيها دول التحالف. هم يحرصون كل لكن مقابل هذا الاستهتار أستاذ حمدان، لكن مقابل هذا الاستهتار عمليا استطاعوا جمع 74 مليون ريال من يعني جزء من الشعب اليمني الذي أصلا يعاني أيضا، والذي لديه الكثير من الإشكاليات الاقتصادية. هل يعقل، يعني ما هو تفسيرك لهذا الرقم؟ المجتمع اليمني تم تقسيمه على المستوى المعيشي إلى جزئين، على المستوى المعيشي أو الاقتصادي إلى جزئين، جزء فقير مدقع وهو يعني أغلب اليمنيين الذين لا ينتمون لهذه الجماعة، والذي ليسوا يعني أعضاء فاعلين في هذه الجماعة، يعني هناك أشخاص قد يؤيدون الجماعة لكن يعطى لهم فتات، لكن هناك عناصر أساسية في هذه الجماعة أفرد، وهم يعني التي ينتمون إلى يعني عبارة عن الأسر التي تنتمي لنفس الأسرة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي، وهي الأسر الهاشمية تحديدا. هذه الأسر أفرد خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير جدا، ولا يضرها أو لا يؤثر فيها الدعم أو تقديم أي مساهمات لصالح العمليات الحربية أو دعم حزب الله. هذه الأموال التي تم جمعها عادة تؤخذ من هذه الأسر التي اليوم، يعني أنت اليوم لما تسأل الناس في صنعاء يقولوا لك عملية البناء يعني مستمرة ومتوسعة بشكل كبير جدا، يعني النهضة العمرانية ما زالت برغم أن الناس ميتين جوع. من أين هذه الأموال؟ طبيعي الأموال التي كانت مخصصة لليمنيين، الأموال التي تتدفق لليمنيين عبارة عن مساعدات لليمنيين تذهب إلى جيوب فئة من الناس، هذه الفئة من الناس هي جماعة الحوثي والقيادات، والتي لا تتأخر إذا ما طلب منها أن تقدم الدعم لحزب الله أو حتى لأي طرف كان. إذا آخر تصريح لبرنامج الغذاء العالمي يقول إن 20 مليون يمني يحتاجون ل المساعدة الأساسية الأكل والمشرب، بينما الحوثيين حتى الآن يرفضون تسليم رواتب الموظفين تحت سيطرتهم رغم أنهم يعني يستولون على إيرادات البلد. ألا يفترض يعني على الأقل طالما هم يقولون بأنهم يحكموا هذه المناطق أن يسلموا الرواتب للموظفين، على الأقل يمتصوا غضب الشارع وليشعروا المجتمع الدولي أنهم دولة ويستطيعون تسليم هذه الرواتب، مع العلم ب يعني على المبالغ التي يتم نهبها هم قادرون على ذلك.
القانون الدولي، القانون الدولي يلزم دول الاحتلال أن تقوم بتلبية احتياجات وخدمات أي شعب لدولة أو مدينة تقوم باحتلالها. يعني أي دولة احتلت مدينة هي ملزمة قانونيا بحسب العرف الدولي بأن تلبي احتياجات هذا المجتمع الذي احتلته ولا أن تترك. فما بالك بجماعات تدعي بأنها جزء من الشعب، هي مطالبة بتسليم رواتب الموظفين ما دامت تسيطر على هذه المناطق وما دامت تسيطر على إيرادات، على كم هائل من الأوعية المالية والإيرادات التي تحصلها بشكل مستمر شهري وسنوي. وبالتالي يعني هذا الأمر أو عدم قيام هذه الجماعة بتنفيذ هذه المهام والالتزام بتقديم الخدمات والرواتب بحكم أنها مسيطرة وسلطة أمر واقع، دليل يؤكد كما قلنا بأن هذه الميليشيات تحرص على التجويع المتعمد، لأنها تدرك تماما بأنها تستطيع تحقيق أهداف مختلفة من وراء مثل هذا الإجراء. أولا دفع الناس إلى الجبهات لأنها تقفل أبواب الرزق كاملة وتفتح باب مسألة التجنيد كوسيلة واحدة للحصول أو كفرصة واحدة للحصول على راتب شهري وعلى مساعدات وسلال غذائية، هذا أولا. الأمر الآخر مفاقمة أو تفاقم الوضع الإنساني يتم خلاله على مستوى دولي لإجبار الحكومة الشرعية وقوة التحالف أن توقف عمليات تحرير المدن، وهذا هدف سياسي يتم تحقيقه من وراء تجويع الناس. أيضا هناك هدف طائفي، إجبار الناس والأسر على الحضور في الندوات الثقافية أو في الدورات الثقافية وفي حتى المؤسسات الصيفية أو المخيمات الصيفية. يعني هناك كثير من الأسر يضطرون لإرسال أبنائهم إلى هذه المخيمات الصيفية، لأنه إذا لم يرسل أبنائه عاقل الحارة أو المشرف الموجود الحوثي في الحارة أو المنطقة سيرفع باسمه بأن هذا تمرد ورفض أن يرسل أبنائه تلبية لنداءات زعيم الجماعة، وهذا يعني أنه سيحرم من كثير من الخدمات وسيحرم من راتبه وسيحرم من السلة الغذائية وسيحرم من دب الغاز. بالتالي تجويع الناس وحرمانهم من حقوقهم معناه أنه سيتم تحقيق أهداف على المستوى الطائفي. أيضا هناك يعني مصالح يحققها الحوثيين من وراء تجويع الناس. المسألة ليست اعتباطية كما قلنا، هم يستطيعون تسليم راتبين في الشهر أو ثلاثة رواتب مثل راتب واحد من خلال الأموال التي يجمعونها شهريا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك صحفي المهتم بشؤون المجتمعية همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. إذا ودت أن من الرياض عفوا، إذا ودت أن تعقب دكتور على بعض النقاط التي طرحها. هو في طبعا بعض الأشياء المشتركة وفي بعض الأشياء متعلقة بأن هو تحدث أنه هناك مداخيل بالمليارات حتى من كبار المكلفين إلى آخره، لكن نحن تحدثنا في أكثر من لقاء هنا ونقول للشعب اليمني أن الحوثيين قادرين يدفعوا مرتبات وقادرين ليس مرتبات، قادرين أن يكون المرتب مضاعف، لكن خلق أزمة إنسانية في اليمن مدخل من مدخلات إدارة الصراع متعمدة كما تحدث. هي متعمدة لأن المجتمع الدولي كيف يمكن أن يتدخل في إيقاف الحرب، كيف يمكن أن يتدخل في لفتح ميناء عدن، كيف يمكن أن يتدخل في الضغط على العربية السعودية، الضغط عليه تحت ضغط أن هناك أزمة إنسانية ومجاعة. لكن على الأقل ربما كانت تفتح لهم فرصة أن يعترف بهم كدولة. لا، إذا سيرت أمور الناس المسألة ليس بهذا الشكل. هم دولة، هم انقلاب وهم يعرفون ذلك، كانوا يحتاجوا إلى بعض الوقت، يحتاجوا إلى الاعتراف بهم كطرف، تم الاعتراف بهم كطرف من أطراف النزاع، وبالتالي الجماعة لا يعني لا يمكن لهم وفقا للقانون الدولي وفقا لمخرجات الحوار ومرجعيات الدولية أن يتم الاعتراف به. هناك مرجعية واضحة، هذا انقلاب تم، بالتالي هم بحاجة إلى بعض الوقت إلى أن يؤثث الواقع. تأثيث الواقع بمعنى أنه يصبح هنا قوة واقعية في الجغرافية تفرض واقع جديد، لكن على المستوى السياسي وعلى مستوى المرجعية السياسية هم مجموعة انقلابية ميليشيات مرجعية انقلبت على السلطة
بالتالي حتى لو دفعوا مرتبات السلطة ودول التحالف سيتحدثون عن انقلاب، سيتحدثون أنه، لكنهم الآن يضعك في حافة الزاوية، في حافة ما يسمى ب يعني سياسة حافة الهاوية، بمعنى أنه أضغط عليك حتى أدنى مدى. لذلك لا يهمهم، هم يلعبون. أول حاجة، حتى في شيء آخر، في أيضا جانب شخصي أو جانب نفسي، هذه جماعة عندها نهم للمال، عندها تعطش للفساد، يعني هذا يعني هناك أيضا كسب اللجان المسؤولين عن اللجان، كسب الشخصيات يأتي عن إعطاهم حرية النهب. بالتالي اثنين، في جانب في صناعة السلطة اللي هو السيطرة على الجانب الاقتصادي. هم عندما سيطروا على 4 مليار دولار وأكثر في الميزان العام، عندما أنسوا شركات يعني عابرة للوطن من هذه الأموال، هذا في إطار مشروع حزب الله، بمعنى أنه عاملين حسابهم في حال ما لم يستطيعوا السيطرة على البلد ولم يستطيعوا فرض نفسهم الشرعية، قادرين يستمروا في المستقبل دون دعم إيران في حال حصار إيران، دون دعم حزب الله، بمعنى عندهم الآن كل الأموال، في أموال سرقت ونهبت بالمليارات، هناك شركات، هناك مشاريع. بالتالي هم عاملين حساب. لماذا أقول لك إن العمل استراتيجي؟ بمعنى أنه في حال ما سيطروا على البلد واستمروا، هم طرفنا طرف النزاع لديهم مال، في حال أنه حصل أنهم على نموذج حسب الله شركات، أموال، تمويل. الآن حسن نصر الله لما يتحدث عن أنه قادر يدفع وقادر يواجه، صيح المال إيراني ويعترف بصوته العالي، اليمنيين الآن عندهم مشاريع مهولة مالية، بمعنى أنه قادرين يدفعوا مرتبات، قادرين يتحركوا في الخارج، قادرين في حال حصار إيران وحصار حزب الله أنه الحوثيين يتحركوا بمفردهم في أموال. واثنين، هم يعلموا في علم الاجتماع السياسي والمنظور هذه أن هناك ما يسمى بالهيمنة الاقتصادية، بمعنى أنه في هناك نقمة أيضا في جانب من الجانب الشخصي. قاموا بشراء العقارات في صنعاء، العقارات، شراء العقارات وتأسيس شركات، يعني الهيمنة الاقتصادية، يعني حتى وإن تم تسوية هم الآن لديهم الأموال، قادرين يمولوا الحوثيين في معارك إلى طويلة، لأن هناك مداخيل، هناك مرتبات، هناك سلاح. اثنين، سيطروا على المواقع الرمزية في صنعاء، بمعنى أنه اشتروا بعض حتى بيوت، عندي معلومات أنه حتى بيت السلالة وابنه اشتروها أو إلى آخره. هناك يعني بعض المسميات التي تقلقهم، وفي المستقبل سيغيروا شارع النعمان والزبيري، سيغيروا المسميات، سيستولوا على دار الحجر. نعم، إذن في ظل هذه السياسة التي يتعاملون بها وكأنهم يعني يؤسسون لمستقبل قادم لهم ويؤسسون جذور لهم، نجد في الجانب الآخر أن الشرعية لا تعمل يعني أي شيء، حتى لنقول لغدا، يعني لخطوة واحدة إلى الأمام. لماذا برأيك؟ من قال لك أنهم لا يعملون لغدا؟ لأنفسهم. هم ضامنين يعني حساباتهم في جنيف، حساباتهم في البنوك. السلطة الشرعية، أنا لم أعد أخشى شيء، يعني أنا أحيانا أشعر أن رئيس الجمهورية هو مثل رئيس الظل، يعني يتحرك بالمخرج، يعني يذهب الوطن. ومن هو هذا المخرج؟ أي المخرج هو الإمارات والسعودية، وتحديدا السعودية، في مجموعة من النهابين واللصوص والقطط السمان حوله. شخصي أنا لأول مرة أقولها للجمهور، يعني كنت أنا ضد النخبة السياسية التي حول علي عبد الله صالح، وكان يعني كان مثلا زي الإرياني، عبد العزيز عبد الغني، حسن مكي، العليمي، مجموعة من الشخصيات، يعني كنا نتضايق منهم، لكن كانوا رجال دولة. لكن الآن حول عبد الرب كانوا يحملون على الأقل شيء في روسيا. لا يعني كانوا، كان صحيح أنهم موالين والرجل ديكتاتور ويمارس اضطهاد ويمارس، لكن الآن هذا الرجل حوله مجموعة من الأطفال، يعني رجل حوله مجموعة من أطفال صغار في مرحلة صعبة. يعني علي عبد الله صالح حوله مجموعة من رجال دولة، صحيح أنهم لم يؤثروا لكن كانوا في لحظات شبه استقرار. هذا الرجل لم يحيط نفسه في مجموعة من الشخص في لحظات حرب، وبالتالي
أنا أطالب يعني المنطق بعيدا عن هذا الهجوم، لأنه الآن نحن لسنا بحاجة إلى هجوم على الرئيس، وربما أكسب لي أعداء أو يقول أنني أريد أكسب الجمهور. أنا المنطق الآن المنطق أقول اليمن لم تعد المعركة فيها معركة وطنية. اليمن الآن مرتبطة بأن تبقى رخوة، ونقول رخوة بمعنى أنه لابد من قدوم الأساطيل الأمريكية إلى 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 المحيط البحري، ولابد من وجود قاعدة عشان يكون في مبرر، ولابد من بقاء اليمن رخوة حتى السعودية تمد أنبوب النفط، ولابد من تكون رخوة حتى الإمارات تستمر في الأحزمة الأمنية. ونقول لأبنائنا في المناطق الجنوبية اللي وبعضهم يتضايق يقول أنتم الدحابشة ملكم، نقول له نحن لسنا دحابشة، نحن يمنيين ويمنيين ويمنيين، ولن نتحدث بلغات شمال وجنوب، والأيام بيني وبينكم. لن تستقر الجنوب لأن هناك مشاريع لاستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى هذه المناطق. لن يكون هنالك استقرار في الشمال، وهناك تعز الذي ناديتها أكثر من مرة وقلت الأبناء تعز ينبغي ألا تتكيفوا مع بقاء الحوثيين، وينبغي ألا تتكيفوا مع بقاء الحوثيين. هناك مشروع خطير للغاية، المعركة في اليمن خطيرة، وعليه سيدتي أعتقد أن وجود حركة وطنية في الداخل، ووجود حركة تجارية داعمة للحركة الوطنية، وعودة الأحزاب السياسية للداخل أول عنصر لإحداث حراك. لأنه الآن في المناطق الجنوبية غياب الدولة، وهذا كان مدروس، إضعاف الدولة وغياب الرئيس وغياب الحكومة هدفه إيجاد فاعل غير الدولة، غياب الخدمات، إيجاد ميليشيا. المواطن في الجنوب، المواطن في الجنوب أقسم يعني أؤكد لك، المواطن في الجنوب لو وجد شبه دولة، شبه دولة سينضم مع الدولة، ولا ينضم مع عيد روس ولا مع الجماعات الذي هي هذه المجموعات اللي عندها شيزوفرينيا. في اسمح لنا دكتور فقط أن ينضم معنا الأستاذ عدنان هاشم الباحث السياسي المهتم بشؤون إيران والخليج من عدن. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عدنان. برأيك ما هي الدلالات السياسية لحملة تبرع الأموال من الحوثي لحزب الله في لبنان في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي بأن هي رسالة حوثية لحزب الله مع استمرار العقوبات على إيران ودعوة الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى التبرع من أجل بقاء الحركة، بأن الحوثيين يبلغون حزب الله بأنهم موجودون وأنهم مستعدون لتمويل الحركة في حال استمرت مساعدتهم من أجل البقاء في السلطة في اليمن من خلال التدريب ومن خلال عملية تصنيع الأسلحة البالستية والطائرات بدون طيار. باعتقادي بأن هذه الرسالة هي رسالة أكبر لإيران بأن محور المقاومة الذي تملكه متماسك، وأن أداتها الموجودة في اليمن هي أداة قادرة على جمع الأموال وقادرة على القتال في نفس الوقت، رغم الحالة التي تمر بها الجماعة من خلال الحصار المفروض من التحالف العربي، وأيضا من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها الجماعة داخل البلاد وعلى الحدود السعودية. نعم، إذا أستاذ عدنان برأيك لماذا لم يتخذ المجتمع الدولي ومؤسساته المالية خطوات إزاء هذا الدعم، خصوصا أن دولا كبرى صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية؟ باعتقادي بأن المجتمع الدولي ينظر إلى جماعة الحوثي حتى الآن بأنها جماعة متمردة لا يستطيع مواجهتها بشكل كامل، هي سلطة أمر واقع فرضت نفسها. أيضا جماعة حزب الله هي جماعة موجودة على أرض الواقع، حتى لو تم تصنيفها في قوانين الإرهاب تبعا للتحركات التوحيدة للأمن السلمي والإقليمي. باعتقادي بأن المجتمع الدولي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد اتجاه جماعة الحوثي في اليمن، وايضا باتجاه وقف امداد حزب الله المسلحه للحوثيين بالاسلحه وبالخبراء.
إذن برأيك ماذا عن المواطنين وردة الفعل الشعبية؟ كيف هو وقع مثل هذه الخطوات على شعب ترفض ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سنتين لتسليم رواتبه ومستحقاته وتتذرع بالعدوان حد قولها؟ في غالب أن المجتمع يستطيع فعل كثير، لا يوجد هناك سلطة، المجتمع لا سلطة قادرة على عملية الحسم، قادرة على المواجهة لينظم في لواها، المجتمع نفسه لا يستطيع المواجهة بدون قيادة، القيادة الموجودة حاليا في طرف الشرعية لا تستطيع أن تمسك زمام نفسها في المحافظة المحررة، فكيف يمكن أن يقوم المجتمع اليمني في المحافظة الخاضعة فترة الحوثيين من أجل التحرك والمواجهة تبعا لمساندة هذه القيادة الموجودة. المشكلة ليست في المجتمع، المجتمع هو ينتظر القيادة من قيادة قوية قادرة على فرض نفسها وفرض الأمن والاستقرار من أجل الوقوف معها والدفاع عنها ومواجهة الحوثيين. نعم. من ملاحظ أن الحوثيين خلال هذه الفترة والفترة القادمة ستعمل من أجل إخافة المجتمع من التحرك، من أجل إرعاب المجتمع من أي تنديد أو أي مواجهة، سواء كانت المطالبات بالرواتب أو من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد. إذن شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث السياسي المهتم بشؤون إيران والخليج، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة أخيرة لك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني تحدث عن مشروع إيراني وكل هذه المناطق تدار تحت شبكته، برأيك في مواجهة مثل هذا المشروع هل تجد أن هناك مشروع عربي قوي في مواجهته؟ يعني نجد دول الخليج وخاصة السعودية والإماراتية قام بأداء ربما يصف بأنه أكثر من سيء لإدارة الصراع في الإقليم. لا يمكن لنا الحديث الآن عن مشروع عربي ولا عن مشروع إسلامي، نظرا لأن كان هناك استهداف مبكر لمصر تم إخراجها من خلال كامب ديفيد، ثم تم ضرب البوابة الشرقية في العراق، وسوريا أدخلت لاحقا، ثم المشروع الإسلامي نحن نتحدث الآن عن إيران ونتحدث عن تركيا والسعودية، وبالتالي أمام هذا الغياب العربي والإسلامي إيران هي اللاعب الرئيس في المنطقة. إيران لا يغتر نحن أو المشاهد بأن إيران ستواجه أمريكا، إيران تعرف ماذا تريد إسرائيل وتعرف ماذا تريد أمريكا وتلعب في إطار حدودها، هي تعلم أن لن يكون هنالك معركة بين أمريكا وإيران، وأن الأمريكان والإسرائيليين يريدون أن يعني يتم التسليح والتجهيز والمواجهة لإيران، وبالتالي الاستعانة بإسرائيل كأنها حليف للناتو السني، وبالتالي الأمريكان يريدوا بقاء إيران قوية ومهددة بحيث يتم التسليح وما يسمى بتوازن السلاح بين إيران والمنطقة العربية. قسموا مجلس التعاون الخليجي آخر هيكل سياسي واقتصادي، وبالتالي الآن لا يمكن الحديث عن لا قومية عربية ناصرية أو بعثية، لا يمكن الحديث حتى عن هذه الدول الريعية اللي هي الخليجية، بحيث أنه يعني أنا كنت أتحدث في بعض الدراسات بأن أكثر البلدان العربية القابلة للتوحد هي الجمهورية الملكيات والإمارات، لأنها ليس هنالك لديها صراع حول السلطة العليا، بمعنى أنه هناك إمارة ملك. نعم. وبالتالي أعتقد أن إيران تلعب بقوة في الاستراتيجية، هذه العمليات دعم حزب الله، هذه عمليات مدروسة استراتيجيا أعتقد، ولكن جملة واحدة، ومع كل هذا الكلام نستطيع، ما زال الشارع العربي ينبض، ونستطيع أن نغير هذه المعادلة، لأن الشعب العربي لديه مشروع ولا يمكن أن ينهزم، والشعب اليمني سيستعيد جمهوريته. الشعب اليمني سيستعيد جمهوريته. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.